السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة معانا درس من دروس النحو، يعتبر إحنا أخدنا كتير منه قبل كده، هو علامات إعراب المبتدأ والخبر. بداية نتحدث عن أقسام الكلام، هو ينقسم إلى اسم أو فعل أو حرف. الاسم مثلا زي محمد أو أحمد، أما الفعل مثل يكتب أو قرأ، الحرف مثلا مثل في أو على. والجمل في اللغة العربية بتنقسم إلى الجملة الإسمية، الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم وهو الجملة الإسمية. الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، وقد تكون ضميرا أو اسم إشارة، وتتكون الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. المبتدأ هو اسم تبدأ به الجملة الإسمية، أما الخبر فهو ما يتمم معنى الجملة. لو نشوف مثال عليها، مثال بيقول مثلا الفراشة جميلة، الفراشة جميلة، الفراشة اسم في أول الجملة وعليها علامة رفع ضمة، يبقى تعرب إيه؟ تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كلمة جميلة هي ما أتمت معنى الجملة ويصح السكوت بعدها. طيب تعرب إيه؟ تعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نجيب مثال كمان، مثال مثلا زي الشمس ساطعة، الشمس تعرب ايه؟ احسنتم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كلمة ساطعة، جميل، ساطعة هي الخبر لانها اتمت معنى الجملة، يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب نلاحظ من الكلام ده ايه؟ نلاحظ ان المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، ولكن بتختلف علامات الرفع حسب العدد وحسب النوع. طيب نشوف مجموعة أمثلة وهي توضح لنا الكلام ده. مثال الأول، الطالب مجتهد، المنازل قريبة، الأمهات رحيمات. لو جينا نبص للأمثلة دي ماذا سنجد؟ نجد أن إيه؟ في تشابه بينهم، وهو ايه؟ كلهم عليهم علامات الرفع بالضمة، كلهم عليهم علامات الرفع ايه؟ بالضمة. يبقى المشترك في هذه الامثلة ان المبتدأ والخبر دائما مرفوعان بالضمة. طب الامثلة الثانية، الطالبان مجتهدان، يبقى دي امثلة ايه؟ مثنى، جميل. الصديقان مخلصان، هذا هو المثنى. طيب الفلاحون نشيطون، دي ايه بقى؟ دي جمع مذكر سالم. المهندسون بارعون، ايضا جمع مذكر سالم. طب تيجي نعرف كل مجموعة كده مع بعضها. المجموعة الاولى، الطالب مجتهد، المنازل قريبة، الامهات رحيمات. كلمة الطالب مبتدأ، ليه؟ لأنها اسم وجاءت في أول الجملة، تبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب كلمة الطالب مجتهد، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليه؟ لأنه مفرد. طب كلمة مجتهد، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. المثال الثاني، المنازل، المنازل دي ايه؟ دي جمع تكسير، تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. كلمة قريبة، خبر لأنها أتمت معنى الجملة. طب كلمة قريبة مفرد ولا جمع؟ مفرد، ولذلك ترفع بالضمة، يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال الثالث،
الأمهات رحيمات. الأمهات قلنا جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بايه؟ بالضمة، ولذلك تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رحيمات برضو جمع مؤنث سالم، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. طب نستخلص من الثلاث أمثلة دول ايه؟ أو نستنتج ايه؟ يرفع المبتدأ والخبر بالضمة إذا كان كل منهما مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. طب ناخد أمثلة تانية اللي على المثنى، والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر. يبقى علامات إعراب المثنى يرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء. طب تيجي نشوف كده الأمثلة دي. الطالبان مجتهدان، كلمة الطالبان تعرب ايه؟ جميل، اسمه في اول الجملة تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، وقلنا ليه؟ لأنه مثنى. كلمة مجتهدان خبر، هي ما أتمت معنى الجملة، يبقى ايه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الألف أيضا لأنه مثنى. الصديقان مخلصان، الصديقان اسم وفي أول الجملة مبتدأ، ولأنه مثنى يبقى يرفع وعلامة رفعه الألف، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مخلصان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نشوف أمثلة على جمع المذكر السالم. أول مثال الفلاحون نشيطون، المثال الثاني المهندسون بارعون. عرفنا ان جمع المذكر السالم كلمنا عنه قبل كده وقلنا هو ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده، واو ونون في اخره عند الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. سمي سالما لان مفرده سلم من التغيير عند جمع، المفرد بتاعه ما بيتغيرش، يبقى سلم من التغيير عند جمع. طب نعرف الأمثلة دي ازاي؟ الفلاحون نشيطون، الفلاحون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، احنا قلنا ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو. نشيطون هي الخبر، تبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. المثال الثاني المهندسون بارعون، كلمة المهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طب كلمة بارعون هي الخبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نستنتج من كده الأمثلة اللي خدناها دي إن المبتدأ والخبر يرفعان بإيه؟ قلنا أول مرة يرفعان بالضمة، طب المرة دي بقى يرفعان بإيه؟ بالألف أو بالواو. يرفعان بالألف إذا كان مثنى، ويرفعان بالواو إذا كان جمع مذكر سالم. طيب نشوف كده مع بعض الجمل دي نعربها، ولأعرب الجمل الآتي. المثال الأول الكتب نافعة، مين شاطر يعرفها لي؟ فكروا كده. الكتب نافعة، الكتب بجمع تكسير، نافعة مفرد، وقلنا في حالة جمع التكسير والمفرد المبتدأ والخبر يرفعان بالضم. طب نعرف الكتب ايه؟ نعرف الكتب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه؟ لأنه جمع تكسير. طب كلمة نافعة، جميل، خبر، هي الخبر، يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه ايه؟ لأنه مفرد. طب المثال الثاني المعلمات مخلصات، نفكر كده. المعلمات جمع مؤنث سالم، مخلصات أيضا جمع مؤنث سالم.
وقلنا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، يبقى نعرب ايه؟ المعلمات، ها ايوه، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. مخلصات، خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليه؟ لأنه أيضا جمع مؤنث سالم. سأل كمان، المجتهدون ناجحون، المجتهدون ناجحون، ها دي ايه؟ دي جمع مذكر سالم، الكلمات دي جمع مذكر سالم، وقلنا ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو، احسنتم. يبقى هنا هنعرف المجتهدون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو، ليه؟ لانه جمع مذكر سالم. اما كلمه ناجحون خبر مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. نستنتج القاعده بقى، القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ يرفع المبتدا والخبر ب الضمة أو الألف أو الواو، مبتدأ والخبر يرفعان بالضمة أو يرفعان بالألف أو يرفعان بالواو. متى يرفع المبتدأ والخبر بالضمة؟ إذا كان مفرد أو إذا كان جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. متى يرفعان بالألف؟ أحسنتم، عندما يكون مثنى، يبقى عندما يكون مثنى يرفعان بالألف. متى يرفعان بالواو؟ أحسنتم، عندما يكون جمع مذكر سالم. نحل مع بعض بقى شوية تدريبات كده. ضع مبتدأ، ضع مبتدأ في المكان الخالي واذكر علامة إعراب. ده السؤال الأولاني. جايب كلمات خبر وأنا المفروض أجيب المبتدأ وأقول علامة إعراب. الخبر كلمة مفيدة، كلمة ماهران، كلمة بارعون. طيب نشوف المثال الأول، مفيدة نقول إيه؟ مفيدة، نفكر كده، ممكن نقول مثلا الكتب مفيدة، الكتب مفيدة. كلمة الكتب جمع تكسير، يبقى ترفع بإيه؟ ترفع بالضمة، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. المثال الثاني، ماهران، ماهران، ها أقول إيه ماهران؟ إيه المبتدأ؟ أحسنتم، ممكن نقول اللاعبان ماهران، اللاعبان ماهران. طب اللاعبان دي إيه؟ اللاعبان مثنى، والمثنى يرفع، أحسنتم، يرفع بالألف، يبقى مرفوع وعلامة رفعه الألف. المثال الثالث، كلمة بارعون، أجيب لها مبتدأ إيه؟ بارعون. ممكن أقول مثلا الفنانون بارعون، الفنانون بارعون. طب إيه دي؟ دي جمع مذكر سالم، وقلنا يا مس إن جمع المذكر السالم يرفع بالواو، أحسنتم، جميل. يبقى تعرب إيه؟ تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. المثال الثاني، السؤال الثاني بيقول ضع خبرا، احنا المرة دي هنحط ايه بقى؟ خبر في المكان الخالي واذكر علامة إعراب. المثال الأول، الفلاحان، عايز لها خبر، كلمة نشيطان، الفلاحان نشيطان. طب نشيطان مثنى، يبقى علامة إعرابه مرفوع وعلامة رفعه الألف. كلمة الممرضات مبتدأ، عايز لها خبر، الممرضات جمع، ها جمع مؤنث سالم، اجيب برضو جمع مؤنث سالم. الممرضات، ممكن اقول ايه؟ الممرضات رحيمات. طب دي ايه؟ ها مرفوعه وعلامه رفعها الضمه لانها جمع مؤنث سالم. كلمه الصادقون، الصادقون جمع مذكر سالم، اجيب لها برضو خبر جمع مذكر سالم، اقول ايه؟ الصادقون محبوبون. تعرب ايه محبوبون؟ خبر، ها ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنتم، نكمل تدريبات. عين المبتدأ والخبر في الجمل الآتية واذكر علامة إعراب كل منهم. هنعين احنا المبتدأ ونقول علامة الإعراب. الصيادون عائدون من البحر، الصيادون عائدون من البحر.
مبتدأ هنا طبعا كلمة الصيادون، والخبر كلمة عائدون. صيادون عائدون. طب علامة الإعراب إيه؟ جمع مذكر السالم يرفع، يرفع بالواو. مثال آخر، اجعل المبتدأ والخبر في الجمل الآتية مثنى وبين علامة إعراب. أنا هحط المثنى وهنحط علامة الإعراب. طيب المثال الأول بيقول الجبل كبير، الجبل كبير. أجعل منها المثنى، أقول إيه؟ أقول مثلا الجبلان كبيران. طب علامة الإعراب هتكون إيه؟ المثنى يرفع بالألف، يبقى مرفوع علامة رفعه الألف. المثال الثاني، الخرطوم طويل، الخرطوم طويل. أخلي منها المثنى إزاي؟ ها أقول إيه؟ الخرطوم طويل، هات منها المثنى، نقول الخرطومان طويلان. طب دي إيه؟ مثنى، يبقى يرفعان بالألف، يبقى مرفوع علامة رفعه الألف. الزهرة ناضرة، نجيب منها المثنى تبقى أحسنتم، الزهرتان ناضرتان، الزهرتان ناضرتان. طيب ها برضو نفس الحكاية، ها مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مثال الآخر، القلم قديم، القلم قديم. مثنى منها إيه؟ القلمان قديمان، القلمان قديمان، مرفوع أيضا وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. آخر مثال، الحاكم عادل. أجيب منها المثنى ومقيلة إيه؟ ها الحاكمان عادلان، تعرب إيه؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف أيضا لأنه مثنى. نشوف تدريبات الكتاب معنا. نفتح الكتاب صفحة 32. تدريبات نحوية. المؤمن صادق في الأقوال والأفعال، المؤمن صادق في الأقوال والأفعال. حول الجملة السابقة إلى صيغتي المثنى والجمع بنوعيه، عايز مثنى وعايز جمع. أخلي المثنى من الجمل دي إزاي؟ أقول إيه مثلا؟ ها المؤمن صادق، تبقى المؤمنان صادقان في الأقوال والأفعال، المؤمنان صادقان في الأقوال والأفعال. طب والجمع؟ المؤمنون صادقون في الأقوال والأفعال. أحسنت. أجب عن الأسئلة الآتية. ضع لكل مبتدأ مما يلي خبرا مناسبا. أنا عايز أنا أحط الخبر بقى واضبطه، أحط علامة إيه؟ الضمة بتاعته. شوف كده نحط إزاي. أول مثال، العامل، أجيب لها خبر إيه؟ العامل، أو العامل إيه مثلا؟ العامل نشيط، وحط عليها تنوين بالضم، العامل نشيط. المثال الثاني، التلميذات، التلميذات، أقول إيه التلميذات إيه؟ هتلاقي خبر كده، التلميذات. أحسنتم، التلميذات متفوقات، وحط عليها الضمة أو تنوين بالضم. سؤال بقى، رقم بقى، ضع مكان النقط مبتدأ. المرة دي هنحط إيه؟ مبتدأ مناسب. ضع مكان النقط مبتدأ مناسبا واضبطه برضه. جايب لي كلمة إيه؟ مضاءان. هما إيه اللي مضاءان؟ مضاءان ده الخبر. طب أقول إيه بقى؟ ها أقول مثلا المصباحان مضاءان. تمام. طيب هنا متعاونون في اللعب، بجمع مذكر سالم. أقول إيه؟ متعاونون في اللعب. ها نجيب لها مبتدأ إيه مثلا؟ ممكن أقول مثلا اللاعبون متعاونون في اللعب. مثال رقم ج، أعرب ما يلي، أعرب ما يلي. نعرب كلمات إيه والجمل دي. أول جملة، الأمهات مكرمات، الأمهات مكرمات. دي إيه؟ دي جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، يبقى كلمة الأمهات تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. طب مكرمات خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا لأنه جمع مؤنث سالم. مثال الآخر، التلميذتان مهذبتان، التلميذتان مهذبتان. التلميذتان
مبتدأ. لأنها في أول الجملة اهي، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. ليه الألف؟ تمام، لأنه مثنى. مهذبتان أيضا مثنى، يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف أيضا لأنه مثنى. تدريب 7 و8 إن شاء الله يكونوا معانا واجب. تدريب رقم 7 ونشاط رقم 7، نشاط رقم 8 هيكونوا معانا واجب. نشاط أول بيقول أكمل الجمل الآتية بخبر، نحط احنا ايه؟ خبر. ونشاط 8 هنحط احنا مبتدأ. حلينا عليهم أمثلة، حاولوا انتوا ايه تجربوا دول كده. النشاط 9، عبر عن كل صورة بجملة اسمية مناسبة. عبر عن كل صورة بجملة اسمية مناسبة. اقول ايه مثلا؟ نبص على الصورة دي كده، ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول مثلا الشباب يزرعون القمح مثلا. نقول مثلا ايه؟ الشباب يزرعون القمح. طيب المثال التاني نقول ايه؟ اللي هي دي، نقول مثلا الطبيب ماهر في عمله. الصورة دي نقول عليها ايه؟ الطبيب ماهر في عمله. طب الصورة التالتة ممكن نقول ايه؟ المعلمة تقرأ للتلاميذ. نشاط رقم 10، اكتب تعليقا على كل صورة مستخدما المفعول المطلق. الصورة دي ممكن نقول عليها ايه مثلا؟ نقول ايه جملة ايه؟ ممكن نقول الجماهير تشجع الفريق تشجيعا. الجماهير تشجع الفريق تشجيعا. طب الصورة دي ممكن اقول ايه؟ اللاعب يتعصب لفريقه تعصبا. تمام، اللاعب يتعصب لفريقه تعصبا. دي كده ايه؟ المفعول المطلق. وعرفنا ان المفعول المطلق هو اسم منصوب مشتق من لفظ الفعل ليدل على حدث وغير مقترن بزمن، يكون دايما مشتق من لفظ الفعل. الى هنا نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة مع علامات اعراب المبتدأ والخبر. يا رب نكون استفدنا وعرفنا نفرق بينهم، امتى يترفع بالضمة وامتى يترفع بالالف وامتى يترفع بالواو. يا ريت نذاكر ونحل اسئله كتير. ربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.